السلام عليكم، أنا اسمي علي، أنا بسن المراهقة. كنت ما أعود للبيت إلا بعد منتصف الليل. كان هذا الشي دائما يزعج أمي، ودائما كانت تتعارك وياي. يا ماما يا حبيبي، ليش تطلع وما تعود إلا نص الليل؟ يا ابني والله أخاف عليك، ليش تطلع وما ترجع إلا بهيج وقت؟ أخاف عليك من هاي الناس ومن هاي الشباب اللي أشكال وألوان، أخاف عليك يذبوك بورطة أو يصير عليك شي. أني وين أروح يا يما؟ ما عندي غيرك بهالدنيا. يا يما اوفيني، وما اريدش تتدخلين بشؤوني. اني شاب وصرت كبير، اني مو مثل ذاك الصغير اللي عمره 7 سنوات او 5 سنوات. اني كبرت وصار عمره 15 سنة، وهسه اقدر اعتمد على نفسي. لا تتدخلين بشؤوني وعوفيني اني اتصرف اللي اريده. ارجوش لا تتدخلين بيا يا يما. يا يما مش عندي غيره اخاف عليك، ليش تطلع؟ اطلع ويا ربعك، ما قايلت لك لا؟ بس ارجع بوقت عادي، يعني مو ترجع لي الساعة ب12 او بالثنتين بالليل او بالاربعة. اخاف عليك يا يما، واني ما الي غيرك بهالدنيا من بعد الله. يا بعد روح يا يما. يوه يا يما، اتركيني وعوفيني اروحين احسن لي. انا طالع اخوي اصدقائي واغير جو، لا تتدخلين بي. ورجاء هذا الموضوع بعد لا تفتحينه. مع السلامة. قمت أرجع للبيت، ألقى أمي حاطت لي رسالة على الثلاجة مكتوب بيها: ابني هذا الأكل بالثلاجة أكله، وتكتب النوع مثلا الأكل اللي أريده، وقل لي شنو تريده وشنو اللي تحبه. بعد فترة قالت لي: يما هاي الهدومك الوسخة حطحين يم الغسالة، أنا أغسلهن إليك. وبعدين قالت: باكر عيد ميلاد ابن عمك، فلازم احنا نروح لانهم عزمونا. انا هنا عفتهم ومشيت، اصلا لا رديت عليها ولا قلت لها حتى الصبح انا ما اروح، يعني اصلا انا ما اريد اروح. ولا ثاني يوم رجعت لقيتها حاطة رسالة، فتعجزت اقراها. قلت: ماكو غير نصائح او اكل، انا لا اريد اكل ولا اريد اسمع نصائح. انا صرت كبير وما اريد كل بشر يتدخل بي، صرت كبير واعرف اعتمد على روحي وأعرف أبني نفسي بنفسي. عفت الرسالة ومشيت نميت بفراشي. وفي الصباح إجا علي: قوم قوم بويا علي، قوم ما أبي، قوم أمك ماتت. علي علي قوم أمك ماتت، ما أعرف شو اللي بيها يا بويا، قوم. شنو بويا أقول غيرها؟ أترجاك بويا أقول غيرها. أمي ماتت، شلون ماتت؟ أنا عفتها بالليل ما بيها شي، عفتها ونمت، شلون هيك صار بيها؟ بابا شنو اللي بيها امي؟ مشينا انا وابويا وسوينا الفاتحة واستقبلنا الناس اللي اجت تعزينا، واني بداخلي بركان من القهر. اني اللي كنت ابد ابد ما كنت راضي امي، دائما كانت هي ما راضية عني. رجعنا للبيت ونمت بفراشي وذكرت الرسالة اللي تركتها الي. طلعت وشفت الرسالة، وهناك كانت صاعقة وطاحت على راسي. الرسالة كاتبة بيها: ابني ان ترجع قعدني واخذني للمستشفى، لان اني اشعر بالتعب وما اعرف شنو البي. لا تنسى قعدني وشو اخذني للطبيب. هنا صاعقة ونزلت على راسي: انا السبب، انا اللي عفت امي، انا شلون عفتها وما قعدتها، انا شبيها ما شفت الرسالة شنو بيها، ليش تكاسلت؟ ليش انا مهمل لهالدرجة؟ شلون هيك اسوي؟ منو الي غير اموي؟ وين اروح يا الهي؟ انا السبب، انا اللي سويت هيك بامي. شباب بنات، اني انصحكم نصيحة: ديروا بالكم على اهلكم، لان ما لكم بالدنيا غيرهم من بعد الله. هم تعبوا عليكم، هم ربوك وهم كبروك والمدرسة سجلوك، واحسن عيشة يتمنونك تعيش، أحسن معاملتهم قبل فوات الأوان.